زي ما انتوا عارفين نزل اصدار جديد من شات جي بي تي وهو شات جي بي تي 5. عملنا سلسله قبل كده واتكلمنا عن شات جي بي تي 4 وازاي تاخده بشكل مجاني، طبعا دي عملناها من 6 او 7 فيديوهات، فاحنا هنتكلم المره دي عن شات جي بي تي 5 وهنعمل السلسله باذن الله وازاي تستخدمه بشكل مجاني برضه. فباذن الله في الفيديو ده هنتكلم عن 3 طرق تقدر تاخد بيهم شات جي بي تي 5 بشكل مجاني تماما وتستخدمه براحتك خالص يا معلم. ما تنساش تشترك في القناه ويلا بينا على الفيديو. اول موقع معانا يعلم الموقع الغني عن التعريف، طبعا ده احنا اتكلمنا فيه عن اكتر من فيديو فات، وهو موقع جامد جدا تمام. الموقع ده كل الروابط هسيبها لكم في اول كومنت مثبت، وطبعا هسيب لكم طريقه الحصول على الرابط في اول كومنت برضو لو انت مش عارف ازاي تجيب الرابط من الموقع الخاص بي. فهو ده الموقع اللي معانا يا معلم. هتيجي هنا هيفتح معاك الواجهه دي، طبعا انت لازم تسجل الدخول عن طريق جيميل، سهل جدا. وبعد كده بيطلب منك بيجي لك الواجهه اللي قدامك. اول حاجه بتروح على تشوز موديل، بعد ما تروح على تشوز موديل بتيجي هنا تكتب شات جي بي تي او بتختار برو. وبعد ما تدوس عليه ابدا بقى اقول له ايه النموذج اللي انت بتستخدمه دلوقتي وايه الاصدار اللي انت بتستخدمه، عايز اشوف هل فعلا شات جي بي تي 5 ولا بيقول لي اي كلام. طبعا الموقع ده بيعمل لك زي مقارنه بين شات جي بي تي وموقع تاني، بتشوف ايه اسرع وايه اجابته اقوى وكده يعني تمام. طبعا ده اجابته اسرع، ولكن شات جي بي تي او جاوب اسرع منه كمان في ثواني وخلاها اجابه قويه جدا. قال لك انا اصدار المعماري من اهو شات جي بي تي 5 بقدر اعمل القدرات بتاعته ونصه وزي تفهم الصور، تاريخ حد المعرفه من يونيو 2024 والتاريخ الحالي 9 اغسطس 2025، هو فعلا تاريخ النهارده 9 اغسطس تمام. الاتصال بالانترنت، لا امتلك تصفحا مباشرا لحظيا، وجهاز المساعده في اي حاجه تمام. كده الموقع ده معايا اقدر اكلمه في اي حاجه تانية، اقدر احمل اللي هو بيقوله ده او اروح على اي حاجة تانية. هنا اقدر اختار عشان اخد كوينز، بدوس على ان انا بختار ده مثلا وبدوس على فاست، وبعد كده اوصله اي حاجة هنا تانية، وبعد كده بدوس وبيديني سكراتش كده بقدر اعمله كده واخد منه كريدت من هنا، عشان اخدت كريدت قبل كده فمش هيديني كريدت تاني، فممكن تبقى تستخدمه كذا مرة بقى لحد ما يديلك كريدت تمام. فده اول موقع معانا يا معلم. تعال نروح على الموقع التاني، وده الموقع التاني معانا. الموقع بيبقى ظاهر معاك بالشكل ده، مش محتاج ان انت تسجل دخول ولا اي حاجه، عشان الناس اللي ما عندهاش ايميل جوجل او اي حاجه من دي مش عارفه تسجل، يعني ما تبقاش عارفه تعمل ايه يعني وكده. فاحنا جبنا لك الموقع ده يا معلم، موقع سهل وجامد جدا، بتفتح مرابط الموقع بتاعنا وبيفتح معاك بشكل طبيعي جدا، مش محتاج تسجل فيه. بيظهر معاك بالشكل ده، اول حاجه بتروح على كلمه باتل من فوق وبتختار سايد باي سايد او دايركت شات. احنا نختار دايركت شات كده، ندوس عليها وبعد كده هتلاقي ظهر معاك 5 على طول، لو ما ظهرش بتدوس عليها وتبدا تختار اللي انت عايزه من هنا يا معلم، وهي اللي احنا عايزينه اللي هو شات جي بي تي 5. وبعد كده بتيجي هنا تكتب له اللي انت عايزه، طبعا هنا بتقدر ترفع له ملفات يا معلم، وبتقدر ترفع له الصور اللي هو تقول له ابحث لي على الانترنت. مثلا نيجي هنا اقول له مثلا قلت له اسد في حديقه حيوان، تعال نشوف هيعملها ولا لا. هو عملها زي ما انت شايف كده، شكل الاسد كويس وشكله واقعي جدا. ده الموقع التاني اللي معانا يا معلم، تقدر تستخدمه بكل سهوله برضه. وده تالت موقع معانا النهارده. الموقع ده طبعا ممكن بيحتاج منك تسجيل في الاول، فانا سجلت طبعا الدخول، وبعد كده بتقدر تروح على نيو، وبعد كده نيو بتروح على اي اي شات. بعد ما تروح على اي اي شات بيفتح لك الواجهه دي، فكك منها خالص، انا بقول لك لازم تبقى على بلس عشان تقدر تستخدم كل دول، ولكن احنا نستخدمهم من غير اي حاجه يعني، فكك منه خالص. نستخدم البرو اهو، تعالى قلت له ايه النموذج اللي بتستخدمه دلوقتي وايه الاصدار اللي انت بتستخدمه تحديدا يعني، عشان يطلع لك اجابه نموذجيه. طبعا هو بيبدا يفكر بشكل اكبر، يعني ايه بيبدا يفكر؟ لان هو التحديث الجديد خلاه ابطأ شويه في الرد، ولكن بيرد بشكل اقوى من الاول بكتير، اللي هو بقى شكل واقعي اكتر وبقى بشري بنسبه كبيره، يعني بقى بيرد شبه البشر بشكل كبير جدا. اهو قال لك ان هو شات جي بي تي 5 وبيستعمل لحد في الجلسه دي اللي هو شات جي بي تي 5، اللي هو اخر تحديث حتى اكتوبر 2024 زي ما كله بيقول تمام. وهنا بيقول لك مثلا لو الاجابه مش عاجباك وعايز تغيرها بتغير الاجنت ده، بتغير من شات جي بي تي لحد تاني يعني، تقدر تغيره. طبعا هنا ممكن ترفع له برده صور او مستندات، تقدر تقول له ابحث لي على الويب سيرش. اجي هنا مثلا اقول له من هو بالعربي، من هو محمد صلاح، كل الناس اكيد عارفاه، ولكن تعالى نشوف هيعمل ايه. وهنا جاب لك من هو محمد صلاح، وجاب لك هو ساكن فين وكل الدوريات بتاعته من 2010، جاب لك كل مسيرته لحد 2021 و2023، ايوه جاب لك 2023 اهو، فريقه في الحالي هو رقم 11 موسم 2024، كمان 25 24 اهو اخر حاجه بقى لك 2024، فلو لسه ما وصلش ل 2025 يعني تمام.
اخر حاجه قريبه مننا يعني من سنه فاتت تمام، ولسه بيكتب تاني، هو لسه بيعمل سيرش تاني على حاجات تانية، ارقام مختصره، بيحمل ارقام عديده في الدوري الانجليزي وكل الكلام ده. فهي دي الثلاث مواقع يا معلم اللي احنا ذكرناها مع بعض، وهي كل موقع بطريقه جامده جدا. الموقع ده تقدر تستخدمه، بيدي لك مثلا 200 او 300 كريدت مش فاكر، والموقع ده مجاني تقدر تستخدمه براحتك خالص، والموقع ده موقع برضو مجاني وتقدر تستخدمه، وكل شويه بيبدا يديك اللي هو كوينز تستخدمها، فالكوينز بتاعتك مش بتخلص تمام. بيديك 5000 في الاول، واحده واحده بتزود تلاقي نفسك بتستخدمه بشكل كبير جدا والكوينز بتاعتك مش بتخلص. بس كده معلم، لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وتشترك لو انت مش مشترك، وسلام.